الحسين يقول ابن حجر رحمه الله صنف في قتله تصانيف كثيرة مطولة، منها الغث والسمين، ومنها الصحيح والسقيم، ثم قال: وما ذكرته فيه غنى عما ذكره غيري. وقد أورد الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء سيرة الحسين بما يقرب من 40 صفحة. والحسين هو صفت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ريحانته كما جاء عند البخاري من حديث أنس، إذ قال عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الحسين مع أخيه الحسن كما صح عنه هما سيدا شباب أهل الجنة. وجمعه عليه الصلاة والسلام مع أبيه وأمه وأخيه الحسن وقال: اللهم أذهب عنهم الرجس. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل وأخبره أن حسينا سيقتل وأراه تربته، فأرى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم التربة التي يموت فيها الحسين. وقد جاء في حديث أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: هي كربلاء، فقال: كرب وبلاء. ولكنه حديث لا يصح، لكن الصحيح ما ذكر قبله. والحسين كان أشبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا قال أنس رضي الله عنهما كما عند البخاري قال: إنه أشبههما، يعني الحسن والحسين. وقد جاء عند الترمذي وحسنه، ولكنه حديث لا يصح، أن الحسين يشبه النبي عليه الصلاة والسلام من صدره إلى أسفل، وأما الحسن فما أعلى من ذلك، وهو الشهيد الذي قتل بكربلاء. ورضي الله عنه كان مع أبيه علي بن أبي طالب في العراق يوم أن وقعت وقعة الجمل، ثم قاتل مع أبيه في صفين، ثم قاتل مع أبيه قاتل الخوارج. فلما قتل أبوه تنازل الحسن لمعاوية من أجل إحقان دماء المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين، ويقصد بذلك الحسن. والحسن رضي الله عنه كان عنده حسن كلام وحسن بلاغة، لكن الحسين كان يمتاز بشدة شجاعته وصلابته، ولذا قال الحسن للحسين: وجدت لو أن عندي بعض قوتك. قال الحسين: وجدت لو أن عندي بعضا من حسن كلامك. فتنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية، فكان يسمى ذلك العام عام الجماعة سنة 40،